السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نخدم معكم هذا التمرين التطبيقي تاع دالة الجزء الصحيح. أعطيك دالة إكس كاري عامل جزء صحيح ديال واحد على إكس زائد جزء صحيح ديال واحد على إكس كاري. السؤال الأول كتبين أن إف دو إكس محصورة بين هاد دوين. تاني كاك إستنتج جدا باش كتعرف نعلم أن إف دو إكس كيكون محصور بين إكس إكس موازاة. دي قاعدة شرطي وكنعرف بلي x كيكون محصور ب e دو x e دو x زائد واحد. عقلوا هاد القواعد عافاكم شرطي كي تجي تكون فحالة الا محفظتهمش غترسمو مستقيم غترسمو منحنى تدالة جزء صحيح راه باين هو هدا كيكون واحد جوج بحال كيكون قلت لكم بحال طريجات هادي راه واحد دابا الا كان اكس هنا شنو الجزء الصحيح تاعو هو زيرو اذا اش كتسنتج ان اكس كيكون محصور قلنا الجزء الصحيح تاعو هو هذا اللي كيكون على اليسار بين او دو اكس ولا تكون او دو اكس زائد واحد صافي تافقي نكملو نديرو اذا او تاع واحد على اكس كتكون محصوره ب واحد على اكس واحد على اكس ناقص واحد و او تاع واحد على اكس كاري تكون محصوره ب واحد على اكس كاري او تساوي واحد على اكس كاري ناقص واحد بدلتها الاكس بدلتها بواحد على اكس وواحد على اكس كاري متافقين وصلت لنا شنو غندير شعندي المجموع اذا غندير هادي زائد هادي اذا او تاع واحد على اكس زائد او سمحوا لي عافاكم نبدا لكم من هنا او تاع واحد على اكس زائد او واحد على اكس كاري محصورا به هادي زائد هادي يعني واحد على اكس زائد واحد على اكس كاري وهادي زائد هادي يعني واحد على اكس ناقص واحد زائد واحد على اكس كاري ناقص واحد هاي واحد على اكس ناقص واحد زائد واحد على اكس كاري ناقص واحد شاطي غنحاول مساحة الصبر باش نكمل لكم هنا نوحدو المقامات كل ما نضرب في اكس او كاري نوحد المقامات دابا ركزوا معايا او واحد على اكس زائد او واحد على اكس كاري محصور المقام واحد اللي فينا هو اكس كار هاو اكس فاش درنا عطاتنا اكس كار اكس اذا واحد اكس هنا غادي نفو اكس زائد هاد واحد حقاش واحد اكس كار فاش درت عطاتك اكس كار في واحد اذا واحد في واحد هو واحد نجيو لجنة واحد المقامات قبل ما نوحدو المقامات تجي نجمعو هادشي هاتو محصورة بينا ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج هاي واحد على اكس زائد واحد على اكس كاري هاي واحد على اكس كاري زائد واحد على اكس هاي ولكن تسنتو هنا راه كاينه او تساوي هنا راه كاينه او تساوي حقاش هادي كاينه او تساوي هنا وهنا فهمتوني دابا اش درنا نوحد المقام مقام واحد هنا هو اكس كاري هاد اكس فاش درنا تعطاتنا اكس كار اكس اذا انت واحد نضربها في اكس هي اكس هاد اكس كار فاش درت تعطاتنا اكس كار في واحد زائد واحد هاد واحد تا هو نضرب في واحد ناقص جوج هي ناقص على واحد هاد واحد فاش درت تعطاتنا اكس كار اكس كار اذا انت هاد ناقص جوج نضربها في اكس كار هي ديني ناقص اثنان اكس كار محصورة بين او واحد على اكس زائد او واحد على اكس كار
هنا المقام واحد هو اكس كاري اكس زائد واحد. دابا عندي اكس كاري كي ندير شنو اكس كاري؟ هاي خاصني نضرب هاد الاطراف خاصني نضربو في هاد اكس كاري. كي ندير موجب غنديروها بما ان اكس او اسيدنا اكبر من او يساوي صفر، فان ملي غنضرب اكس كاري واش هادو غيتقلبوا ولا لا؟ لا. علاش؟ حيت اكس كاري موجبه، لو كنت كانت سالبه كنت غتقلبو. متفقين؟ فاناش امسح هادي عفاكم، اكس كاري عالي او تاع واحد على اكس زائد او تاع واحد على اكس كاري غيولي محصور. هادي ملي نضربها في اكس كاري غتجيني اكس كاري، ولكن ار تساوي عامل اكس زائد واحد على اكس كاري. ندير تحدى بول هنا تا هنا نضربها في اكس كاري، يعني اكس كاري عامل اكس زائد واحد ناقص اثنان اكس كاري على اكس كاري. شاطي دابا هاد اكس كاري غتشطب مع اكس كاري اش غتبقى؟ ولكن خصني نسد هاد القوس هادا، هاد القوس هادا تعاد هاو حليت هنا نسدو عاوتاني هنا، يعني غاديني بهاكا اكس كاري عامل او واحد على اكس او واحد على اكس كاري محصورة بين هاد اكس زائد واحد، وهنا اكس زائد واحد ناقص جوج اكس كاري. علاش؟ لحقاش اكس كاري تختلفت مع اكس كاري. اذا هادي واش ماشي هي هادي بحال بحال هادي بحال؟ غندير اذا اف تاع اكس محصور بين اكس زائد واحد وناقص اثنان اكس كاري زائد اكس زائد واحد. صافي. دابا غندوز دابا السؤال الثاني، بصح الصبورة باش ندوز السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك استنتج ان ليميت تعد اكس تساوي صفر، شنو نقول؟ بما ان ليميت تاع اكس زائد واحد تساوي لما اكس يؤول زيرو، غتعوض زيرو زائد واحد هي واحد، و ليميت اكس تؤول زيرو ناقص جوج اكس كاري زائد اكس زائد واحد ماذا تساوي؟ زيرو زيرو زائد زيرو زيرو زائد واحد واحد. فإن وغندير حاجة عفوا غنذكر تا هاد الأولى، و حسب ما سبق لدينا شنو عندنا؟ اف دو اكس محصورة بين اكس زائد واحد ناقص اثنان اكس كاري زائد اكس زائد واحد. شاقي غدير فانه ياك حسب خاصيات النهايات والترتيب لدينا ليميت تاع اف دو اكس تساوي واحد لما اكس يؤول زيرو. علاش؟ حقاش عندك هادي شحال ليميت تاع هاي واحد، وهادي شحال واحد، الوغ ليميت تاع اف دو اكس كتساوي واحد حسب خاصية النهايات والترتيب. تابقي دابا غندوز لهاد التمرين هذا واحد اخر، قالك اف دو اكس كتساوي او دو اكس زائد سينيس اكس على اكس، اف دو زيرو كتساوي واحد. قالك سؤال واحد، حدد ليميت عندما اكس يؤول زيرو موان تاع اف دو اكس، وليميت عندما اكس يؤول زيرو بليس تاع اف دو اكس، ثم قارن النتيجتين مع اف دو زيرو. هادي سهلة، اش غتقول؟ غتقول على يمين صفر وتصميم الحادي جوج صاعي، هاو هذا الزيرو ها الواحد ها الجوج بحال تكون بحال الدرجات، هو ها ناقص واحد ها ناقص واحد بحال كيف كيكون على يمين زيرو، يعني المجال اللي نخدمو بينا مجال هو زيرو واحد ماشي زيرو جوج.
هو زيرو واحد اللي تبدا معايا من الاول راه غيفهمني علاش ما ناخذش واحد جوج. علاش؟ لحقاش الا خديت واحد جوج الا خديت مجال زاوج جوج كامل انا غنقول نقدر ناخذ واحد جوج. لحقاش واحد جوج راه ديالنا صفر جوج تابعين. ولكن الا خديتي واحد جوج فهاد الحاله راه بحال اللي كتقول راه كتحسب النهايه على الليمت تاع واحد ماشي على الليمت تاع الزيرو. ولكن انت باغي على الليمت تاع الزيرو باغي على الليمت تاع الزيرو يعني غتاخد زيرو واحد اي في المجال صفر واحد لدينا او دو اكس تساوي زيرو. ديما او دو اكس هو داك العدد اللي كيكون على اليسار تابعين. اذا شنو غنستنتج؟ اذا اف دو اكس ماذا تساوي؟ زيرو زائد سينيس اكس على اكس يعني غتولي سينيس اكس على اكس تابعين. ومنه لا ليميت بحيث اكس يؤول زيرو بلس تاع اف دو اكس ماذا يساوي؟ لا ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع سينيس اكس على اكس هذه شحال هذه حسب القاعدة هي واحد قاعدة تابعين. دابا ندوز ليميت تاع زيرو موان عقلو هذه عطاتني واحد. دابا ندوز زيرو موان ركزو معايا غندوز زيرو موان غنقول على يسار زيرو اي في المجال هنا مجال ها هو اليسار تاع زيرو يعني المجال زيرو ناقص واحد. علاش ماخدينا زيرو ناقص جوج؟ لحقاش خديت زيرو ناقص جوج انا كأستاذ غنقول الا خديتي زيرو ناقص جوج راك تقدر تاخد مجال ناقص واحد ناقص جوج. ولا خديتي مجال ناقص واحد ناقص جوج راه بحال كتقول كتحسب النهاية على اليسار تاع ناقص واحد على اليسار تاع ناقص واحد. وانت باغي على اليسار تاع ناقص واحد على اليسار تاع زيرو باغي على اليسار تاع زيرو يعني غتاخد مجال زيرو واحد. هذا اللي فيه الشرطة بحال كيكونو كيكونو بحال اللي قلتي درايجات كيكون درايجات دروج دروج تا خصك تاخد دوك الدروج الدرجة الأولى خصك تاخدها كاملة بحال يعني خصك تاخد المجالات زيرو ناقص واحد في المجال ناقص واحد زيرو. لدينا او دو اكس ماذا تساوي؟ ناقص واحد قد يكون هو العدد اللي يكون على اليسار تابعين. اذا اف دو اكس ماذا تساوي؟ ناقص واحد زائد سينيس اكس على اكس. ومنه ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع ناقص واحد زائد سينيس اكس على اكس. هادي غنحاول نفرقها لحقاش مكتافو القاعدة ديال ليميت تاع سينيس اكس على اكس. قاعدة ليميت لما اكس يؤول زيرو تاع سينيس اكس على اكس هي واحد. الغداش تولي كتساوي ليميت ناقص واحد على اكس زائد سينيس اكس على اكس لما اكس يؤول زيرو موان. غنعوض دابا اكس بزيرو موان غتجيني ناقص واحد على زيرو موان زائد واحد لحقاش هادي واحد ناقص واحد على زيرو موان هي بليس لها فين صافي لحقاش هادي على يسار تاع زيرو اكس صغر من زيرو تابعين. انت دابا غدير لي نيجي كتساوي بليس لها فين وتعلل تعير غدير لي ان ليميت سينيس اكس على اكس يساوي واحد لما اكس يؤول زيرو موان. وندوز لهادي وحيث ان على يسار صفر اكس اصغر من صفر اللي هو اللي كاين في المقام فان ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع ناقص واحد على اكس ماذا يساوي؟ ليس لها فين وتا مريضنا مع الدوبيس تافقين ولا لا؟ تافقين. دابا ندوز للمقارنة
دابا غندوز للمقارنة. شنو نقول في البداية؟ لدينا ركزوا معايا، عندي ليميت اكس يؤول 0 بلس تاع اف دو اكس يساوي 1 و اف دو 0 تساوي 1. اذن ليميت اكس يؤول 0 بلس تاع اف دو اكس تتساوي اف تاع 0، وهذا عفاكم اش كنقصد بها؟ كنقصد بها معناه ان اف متصله على يمين الصفر. انت تكون اف متصله على يمين تاع الصفر، الا كان ليميت لما اكس يؤول 0 بلس تاع اف دو اكس تساوي اف دو 0. هذه قاعده غتقراو في الاتصال، انا ما غندير، انا شارحها شارح الاتصال، ولكن انت غنوصل ليه حتى غندوز حتى ندير معاكم دراسه الداله ولاريتميتيك ولي سويت نيميري، يعني المتشتتات العدديه والحسابيات. تاقي دابا ركزوا معايا، دابا مثال شنو نقول؟ ولدينا ايضا ليميت حيت اكس يؤول 0 موا تاع اف دو اكس قلنا كتساوي بيس لانفيني و اف دو 0 تساوي 1. اذا اش غنسنتو؟ ان الليميت لما اكس يؤول 0 موا تاع اف دو اكس يخالف اف دو 0، وهذا يعني ان اف غير متصله على يسار صفر. اذا اف عندك متصله على اليمين تاع الصفر، ممتصلش على اليسار تاع الصفر، اذا فانها ممتصلش في النقطه صفر. هادشي درس ديال الاتصال. تافقي دابا غندوز السؤال الثاني. سنتو بصح السبوره، السؤال الثاني اش قالك؟ السؤال الثاني بينو هاد قالك بلي ان هادي صغار ولا شنو نقول؟ غنقولو عندي اف دو اكس موان زه ماذا يساوي؟ او دو اكس بلس سينيس اكس سير اكس موان زه. واحد المقامات ماذا يساوي؟ او دو اكس بلس سينيس اكس موان زه على اكس. ماذا هادي سمحوا لي موان اكس من واحد المقامات، واحد اكس راهي اكس، فهمتوني؟ ماذا يساوي؟ او دو اكس موان اكس سير اكس بلس سينيس اكس سير اكس. شكون فيكم ما فهمش حد دابا معايا فيه؟ هادي قربت هنا، عرفتي قربت اكس حدا او دو اكس؟ لحقاش كنعرف فيه او دو اكس محصورة بين اكس اكس موان زا. تافقي مني غنقص اكس على او دو اكس، هنا غنقص اكس وهنا غنقص اكس، فهمتيني؟ ماشي بحال السينيس الوغ هادشي تقرب حدا هاد الاكس. علاش؟ باش هاد او دو اكس هنا نقص منها اكس غتولي او دو اكس ناقص اكس محصورة بين زيرو و اكس ناقص اكس هكا ناقص واحد ناقص هاد اكس. هاد اكس غتشطب مع اكس، اذا غتبقى ناقص واحد محصورة بين او دو اكس ناقص اكس و زيرو هكا غتولي. بهاك غتولي. هادشي علاش قربت هاد اكس قربت حدا اكس، فهمتوني؟ هادشي علاش خلاني هاد اكس خلاني نقرب حدايا. عود ديما تفكروا، عود ديما تفكروا في العلاقات والعلاقات المشتركه بيناتهم. دابا علاش فكرت؟ فكرت قلت عندي هادي زائد هادي زائد ناقص هادي، قلت عندي هاد او دو اكس محصوره بين اكس موان زه و اكس. تافقي اش قلت مع راسي؟ قلت مع راسي كاينة علاقة مشتركة بين او دو اكس و اكس، كاينة علاقة. اش قلت؟ قلت الا جبت هاد الاكس حدا او دو اكس، الا جبت او دو اكس موا اكس برافو، ولا بغيت نقص هنا موا اكس غتولي محصورة بين زيرو اكس ناقص اكس هي زيرو، وهنا ناقص واحد حقاش نجي هنا نقص اكس. تافقي ولكن انا اش باغي؟ القيمة المطلقة. هادشي علاش انا غندير القيمة المطلقة، غندير القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موان ز تساوي القيمة المطلقة تاع هادشي كامل او دو اكس موان اكس سير اكس بلس سينيس اكس سير اكس.
بدك تحدد بول دخلت القيمة المطلقة للأطراف. كتعرفوا نتوما واحد العلاقة كتوقعي في وقت التراكم، القيمة المطلقة تاع أ زائد بي أصغر من أو يساوي القيمة المطلقة تاع أ زائد القيمة المطلقة تاع بي. قريتو هادي في التراكم، هادي راه أ تاع بي. هي اللي غنطبق هنا، أ غنعتبرها ياد و بي غنعتبرها ياد. شنو غنقول؟ غنقول لدينا القيمة المطلقة تاع أو دو إكس ناقص x على x زائد c. سمحوا لي عشان نديرو غنحاول نكتب لكم هنا باش نتسنى. غندير لدينا هاي القيمة المطلقة تاع او دو x موا x سور x بلس سينس x سور x. شرطي خاصني نبدا من هنا، القيمة المطلقة تاع او دو x موا x سور x بلس سينس اكس سير اكس تولي اصغر من او تساوي اش؟ القيمة المطلقة تاع ازيد القيمة المطلقة تاع بي اللي هي القيمة المطلقة تاع او دو اكس موان اكس سير اكس ها هي بلس القيمة المطلقة تاع اش؟ الحيدة دي عفاكم تاع اش؟ تاع سينس اكس على اكس قارن ها أهب أ هي هذي و ب هي هذي. هذي عندك نعرفوها تافقين. دابا ملي تسنتو دابا حنا اش درنا؟ حسبنا اف دو اكس ناقص واحد اللي هي هذي. هاي حنا حسبنا هذي اف دو اكس ناقص واحد، ملي عطاتنا هذي دخلنا عليها القيمة المطلقة. ملي دخلنا على دخلنا عليها القيمة المطلقة كنعرف واحد القاعدة كنا قريناها في السيكيمان، هاي هي اللي غنطبق هنا. عندي هذه صغار من القيمة المطلقة تاع هذه زائد القيمة المطلقة تاع هذه، هذه غنعوضها في هذه لأن تولي القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موان ز أصغر من أو تساوي القيمة المطلقة او دو اكس موان اكس سير اكس زائد القيمة المطلقة سينس اكس على اكس. تافقي تافقي. غادي نعلم أن سينس اكس محصور بين ناقص واحد و واحد، أي القيمة المطلقة تاع سينس إكس أصغر أو تساوي واحد. هذه قاعدة، علاش؟ حقاش لو كانت القيمة المطلقة تاع أصغر من أو تساوي إر، هذا اش كيكافئنا؟ أن أكس تكون محصورا بين إر موا إر و إر هي هذي. عندي كانت دابا عندي هذي، هاي نش أن القيمة المطلقة تاع سينس إكس صغر من واحد، أ راهي سينس إكس و إر راهي واحد، متافقين؟ دابا أش بقاليا؟ بقاليا هاذي، متافقين؟ ولكن قبل عندي سينس إكس، لاحظو علاش مقسوم على إكس، برافو، غنحاول نمسح هاذي باش نكمل ليكم هنا، متافقين؟ هاذي أش كتقصد بيها؟ كلشي عارف القاعدة، القيمة المطلقة تاع أ على بي كتساوي القيمة المطلقة تاع أ على القيمة المطلقة تاع بي، تافقي. طبقوها هنا، عندي القيمة المطلقة غنحط هادي في الوسخ، غنقول عندي القيمة المطلقة تاع سينس إكس على إكس ماذا يساوي؟ القيمة المطلقة تاع سينس إكس على القيمة المطلقة تاع إكس، برافو، غنحط هادي في الوسخ شنو تقول؟ عندي هنا القيمة المطلقة تاع سينس إكس، علاش خصني نقسمها؟ على القيمة المطلقة تاع إكس. غندير إذن القيمة المطلقة تاع سينس إكس على القيمة المطلقة تاع إكس أصغر من أو تساوي واحد على القيمة المطلقة تاع إكس، تافقين؟ هذه شحال؟ هي القيمة المطلقة تاع سينس إكس على إكس أصغر من أو يساوي واحد على القيمة المطلقة تاع إكس، واللي هي هاي، تافقين ولا لا؟ تافقين. دابا اش بقى ليا؟ تقدر تعال غنقول ولدينا اشنو عندنا عاوتاني؟ او دو اكس محصور بين اكس اكس موان ز. سنة نشوفو هي هادي، صافي هادي بلاتنا، صافي هادي اه هي العلاقة هي هادي، متافقين؟ دابا شنو غنديرو؟ ركزو معايا بشوية ليكم.
غنقسم على x يعني غتولي e de x moins x encadré entre x moins x هي 0 ولا x moins z moins x نقص في الاطراف x هنا بحال اللي كدير x ناقص x x ناقص 1 ناقص x x ناقص x هي 0 x ناقص 1 ناقص x هي ناقص 1 فهمتوني تافقي دابا شنو خصني نبين خصني نحاول نبين هادي خصني نحاول نطبق عليها كي كتشوف عندي داخل القيمه المطلقه عندي داخل القيمه المطلقه يعني عندي بهذا المفهوم عندي القيمه المطلقه تاع او دو اكس ناقص اكس على اكس ماذا تساوي هي القيمه المطلقه تاع او دو اكس ناقص اكس على القيمه المطلقه تاع اكس هذا تحطها في الوسع غادي دابا انا عندي هذه فيها القيمه المطلقه يعني بما انها فيها القيمه المطلقه الوغ اوبليغاتوغ خصني نطبق القاعده يعني اوبليغاتوغ خاصها تكون ا محصوره بين ار و موا ار هاي دابا عندي هذه محصوره بين ناقص واحد و زيرو و هاد زيرو ماشي صغر قطعا من واحد صغر قطعا من واحد اذا اش غنستنتج ان او دو اكس موا اكس غيكون محصور بين واحد و ناقص واحد تبقي يعني القيمة المطلقة تاع او دو اكس موا اكس غتكون اصغر من واحد تبقي دابا غنقسم هادي على القيمة المطلقة تاع اكس اش غتجيني غتجيني المهم غنحاول تسمحوا لي عفاكم بصح هاد الصبورة باش نكمل لكم هنا اش غتجيني دابا هادي غتجيني القيمة المطلقة تاع او دو اكس موان اكس تافقي اصغر من واحد دابا غتحاول تشوف هاد التعبير هاد اللي وصلتي لي هذا هو هذا هو هو اذا هاد التعبير خصني نقسمو على القيمه المطلقه تاع اكس باش من هنا نرجع لهادي هادي خصني نقسمها على القيمه المطلقه تاع اكس اجي نقسمو على القيمه المطلقه تاع اكس هاي غتولي صغر من واحد على القيمه المطلقه تاع اكس ها تافقي هادي شحال هادي هاد شحال غنمسح هادي نحاول نكتب لكم هنا نكمل لكم هنا هادي شحال هي القيمه المطلقه تاع او دو اكس موان اكس سور اكس اصغر من واحد على القيمه المطلقه تاع اكس فقط جمع في القيمه المطلقه هذا ديتها هادي تافقي دابا كيف كتشوف عندي هنا المجموع تافقي غنحاول بصح الصبوره باش نحاول نكمل لكم دابا شنو عندي هنا عندي هذه صغر من هذه زائد هذه تافقي تافقي وهذه صغر من واحد على اكس وهذه صغر من واحد على اكس الو غندير اذا القيمه المطلقه تاع او دو اكس ناقص اكس على اكس زائد القيمه المطلقه تاع سينيس اكس على x ولات اصغر من h واحد للقيمه المطلقه تاع x اصغر او تساوي لحقاش عندي اصغر او تساوي وحده فيها اصغر قطعا الو غادي اصغر او تساوي واحد على القيمه المطلقه تاع x زائد واحد على القيمه المطلقه تاع x هذا شول هذه زائد هذه هذه زائد هذه فهمتوني دابا هذه هذه اش تولي غنخليها بلاص صحيح القيمة المطلقة او دو اكس موا اكس سير اكس زائد القيمة المطلقة سينيس اكس سير اكس اصغر من او تساوي جوج على القيمة المطلقة تاع اكس تافقي دابا هادي عندي صغر من هادي وهادي صغر من هادي بحال كتقول عندك ا اصغر من بي ها هي و بي اصغر من سي و بي اصغر من سي الو واش غتنتج ان ا اصغر من سي الا كانت ا اصغر من بي و بي اصغر من سي غتنتج بلي ا اصغر من سي تافقي اذا اش غنسمتو ان القيمه المطلقه تاع اف دو اكس موان ز اصغر او تساوي جوج على القيمه المطلقه تاع اكس صافا و تبين تافقي ولا تافقي دابا استنتاج ديال ليميت
سانتو بصح الصبورة هذي باش نحاول نكتب لكم اسم تاع الليميت. اسم تاع الليميت شنو هو؟ نقول لدينا ليميت اكس يؤول بلس لافين جوج على القيمة المطلقة تاع اكس كيساوي جوج على ما لا نهاية هو زيرو. اش كتبنا في واحد القاعدة ديال خاصية نهاية الترتيب قلت لكم الا كانت القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موا ال اصغر من جي دو اكس وكان ليميت تاع جي دو اكس يساوي صفر لما اكس يؤول ا بصفة عامة كانت بلس لانفيني ولا موا لانفيني ولا ال اللي كانت غتسنتجو ما يلي ان الليميت تاع اف دو اكس تتساوي ال لما اكس يؤول ا. كتبتها لكم الا غنطبق هنا عندي هادي صغار لي هادي ليميت تاع هادي كتساوي زيرو تافقي و القيمة المطلقة تاع اف دو اكس موان زان اصغر من اثنان على القيمة المطلقة تاع اكس. اذا لا ليميت بحيث اكس تؤول الى بلس لانفيني تاع اف دو اكس تساوي واحد غدير حسب خاصية النهايات والترتيب. هاي خاصية النهايات والترتيب تافقي. وكذلك مثلا كنت ليميت عندما اكس يؤول موان لانفيني اش غتقول؟ لدينا اللي مش عندهم اكس يؤول موان لانفين كاش على القيمة المطلقة تاع اكس شحال؟ هي جوج على القيمة المطلقة تاع موان لانفين هي زيرو. ياك مثلا سنتجي اللي مش عندهم اكس يؤول موان لانفين غتقول عندك الليميت عندما اكس يؤول موان لانفين تاع اثنان على القيمة المطلقة تاع اكس كتساوي اثنان على القيمة المطلقة تاع موان لانفين كتساوي زيرو. هاي وعندك هذه صغر من هذه. اذا ليميت بحيث اكس تؤول موان لانفيني تاع اف دو اكس كتساوي واحد حسب خاصيه النهايه والترتيب. صافي وتساليت تافقين ولا لا؟ تافقين.